اليوم سنكمل رحلتنا مع سوره المدثر، وقد توقفنا في الحلقه الماضيه عند الآيه العاشره، واليوم نستأنف بإذن الله تعالى المسير من الآيه الحادية عشره إلى الآيه الخامسه عشره، ونستمع إلى الآيات الكريمة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلقت وحيدا. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا اعزائي المشاهدين نتعلم نتعلم معا بعض قواعد التجويد مع فضيله الشيخ خالد، وكما وعدناكم اعزائي المشاهدين نحن نتواصل معكم عبر الهاتف وعبر الصفحه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وقد وردت الينا بعض الاسئله، يعني الحمد لله كثير من الاسئله وسنختار اليوم يعني ما يعطيه لنا الوقت ان شاء الله للاجابه على هذه الاسئله. اول سؤال فضيله الشيخ بعث لنا الاخ هلال صالح المنفي من ليبيا يقول: قوله تعالى فكيف كان عذابي ونظر فيها وجهان التفخيم والترقيم كيف وقبل الراء مضموم؟ نعم. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تعالى معايا بسرعة كده نشوف الكلمة دي. الكلمة ديت في سورة القمر في سورة إيه؟ القمر. القمر. فكيف كان عذابي كلمة ونذر ونذر واو ن ذال راء بس أنا في عندي في السورة برضو بالنذر لا دي مش تبعي اللي هو عايزها كده مش كده معايا على السبورة عشان أنت عارف المطلوب إيه عشان السورة فيها اتنين فيها بالنذر كده السؤال على دي نذر اللي هي ما فيهاش ألف ولام يبقى ده اللي عليه الكلام مش دي ده رقم واحد رقم اتنين عايزك تعرف ان الكلمة دي جاءت في هذه السورة رقم واحد ست مرات ليه بقول لك كده علشان الحكم في الكلمة دي في السورة دي في الست مرات اللي هتسمعوا مني دلوقتي رقم واحد كلمة ونذور إذا وقفنا كده وسكنا الراء لأنها رأس آية معايا خلاص هنعمل إيه؟ هنفخم وقفا يبقى رقم واحد ونذور هوصل فكيف كان عذابي ونذري ولقد يبقى هنفخم وقفا الترقيق وصلا ده كده رقم واحد الكلام ده جبناه منين هذا مأخوذ من كلام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى ومن كلام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى ومن بعض علماء التجويد في الأداء بدأ كده أول كلام معايا في هذه الكلمة ما يؤخذ من كلام الشاطبي وما يؤخذ من كلام ابن الجزري أن هذه الراء إذا وقفنا اللي يحصل تفخم على القاعدة راء ساكنة ذر قبلها مضمون تفخم عند الوقف وإذا وصلنا أصبحت الراء مجرورة مكسورة خلاص كده والكسر طبعا عندي هنا لعلة النحوية مش دوقته فأصبحت راء مكسورة ايه الحكم في الراي المكسوره؟ انها ترقق اذا وصلناها بما بعدها. وده ظاهر كلام الشاطبي وماخوذ من كلام ابن الجزري. ده كده اول فريق من علماء التجويد. الفريق الاخر من علماء التجويد وعلى راسه العلامه الامام المتولي وتبعه اخرون من علماء التجويد من بعده. ذهبوا الى جواز الوجهين في كلمة ونُذُر فإذا وقفنا ونُذُر بالتفخيم ونُذُر بالترقيق ليه كده يا سيدنا؟ إيه اللي حصل في الكلمة دي؟ قالوا أصل هذه الكلمة هكذا نُذُري في ياء متكلم محذوفة كلمة ياء متكلم دي هي عند علماء النحو واللغة تسمى هكذا هذه الياء عند اهل القراءات تسمى ياء زائدة ليه قلت اهل القراءات وليه قلت اهل النحو اختلاف في المصطلح اختلاف في المصطلح ولكل احكامه ايه السبب السبب قبل ما نمشي مع هذا الكلام اعلم ان هذه الكلمه فيها ثلاث قراءات هذه الكلمه فيها كم قراءه ثلاثه, ثلاثة. واحد ورش من طريق الشاطبيه والطيبه باثبات الياء وصلا يعني اذا وصل يقرا كده فكيف كان عذابي ونذري ولقد طب واذا وقف فكيف كان عذابي ونذر اذا وقف يبقى بيثبت الياء في حال الوصل فقط لا غير يعقوب رقم اثنين فكيف كان عذابي ونذري اذا وقف واذا وصل فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا الباقون فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا الله يبقى انا كده عندي من يثبت الياء في الوصل فقط من يثبت الياء في الحالين من من يحذف الياء في الحالين طب انا بذكرهم ليه اعلق الدب حفص عشان هو ده السبب عند المذهب الثاني وهو الإمام المتولي ومن تبعه إذ أجاز في هذه الكلمة الوقف بالوجهين بالتفخيم والترقيق فالتفخيم نظرا على الرسم الذي أمامي فيه ولا مفيش فيش يبقى من فخم من هؤلاء فخم على الأصل إيه الأصل بتاعي قدامي إن ما ياء والرأس سكنت وقبلها مضموم ومن وقف بالترقيق فعلى ان الياء التي حذفت هي موجوده هي ايه؟ موجوده ولها شاهد، ما الشاهد؟ الشاهد في قراءة ورش في روايه ورش، الشاهد في قراءة يعقوب. يبقى احنا كده عرفنا المذهبين في اي المذاهب اردت ان تاخذ خذ به. الا ان العلامه السمنودي رحمه الله تبارك وتعالى قال موضحا مبينا ورق را يسري مع أسري أحرى كالقطر مع نذري يبقى العلام السمنودي وهو من بعد العلام المتولي ومن هذا الفريق يقدم الترقيق إذا وقفنا على التفخيم طب والقارئ يعمل إيه؟ القارئ مخير بين أن يفخم إذا وقف وبين أن يرقق فهذا صواب وهذا صواب والأصح من هذا كله ما اقراك به من تلقى فاذا اقراك الشيخ بالتفخيم لانه لم يتلقى الا هو خلاص يبقى تسمع الكلام بس تعرف عشان لو سمعت غيرك بيرقق لعله تلقى الوجه الاخر واضح الكلام يبقى احنا كده عندي ونذر بالتفخيم على الاصل ونذر بالترقيق على ان هناك ياء محذوفه أيش الكلام؟ نعم. نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وإياكم. للأسف فضيلة الشيخ الوقت يعني لم يتح لنا إلا الإجابة على سؤال واحد نعم فنبدأ في التلاوة بالنسبة للتلاوة التعليمية للآيات التي استمعنا إليها. نعم لا تنسى أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تأخذ نفسا بين الجملة والجملة ثم تبسمل زيادة في الحسنات والبسملة أنت مخير، يعني مخير يعني ممكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا أو تبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا نبدأ مع الآيات أول آية خلي بالك الكلام تحول إلى مجرى تاني فخلي بالك من ابتدائه وخلي بالك من انتهائه ذرني اوعى تحذف اليه من قوله ذرني ده مد طبيعي اوعى يطير منك ذرني ومن الراء ذرني الذال والراء الذال طرف اللسان الراء تفخم النون ذرني النون مكسورة ياء مدية بعديها حركتين اثنين بس اوعى تنسى ذرني ومن خلقت سمعني ومن خلقت عشان البعض يقول ومن خلقت زي سكتة ويعملها كأنها إظهار لا الإظهار يأتي بدون سكتة ومن خلقت ده إظهار إيه؟ إظهار حلقي خلي بالك النون ما فيها غنة أنا بقولها إيه؟ ومن خلقت اوعى إيه تغلط زي ما بعض بيقرأ ومن خلقت لا آه في رواية فيها غنة بس دي مش ديوت حفص إحنا بنقرأ لحفص دلوقتي خلي بالك ماشي الكلام كده؟ جميل اوي كده رواية مين؟ لا مش وقت ما تلخبطش نفسك خليك بس معاه ركز دلوقتي معاه ايه؟ ومن خلقت مش وقتها خالص دي، ماشي الكلام؟ ومن خلا، الخاء تفخم ان لم ترقق انتبه لقلقله القاف، ومن خلاق تو وحيدة شمعت الهمس بتاع التاء خف ازاي؟ لطيف ليس فيه تكلف، ومن خلقت وحيدة عملنا ايه في التنوين بالفتح لما وقفنا؟ ابدل التنوين بالفتح الفا عند الوقف وحيدا. الآيه قصيره ونفسي كويس وهوصلها باللي بعديها. يجوز، مفيش أي مشاكل. طيب. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَ يبقى لو وصلت هنعمل إيه بقى؟ في عندك غُنَة. طب أوصي ولا أقف؟ الأسلم أقف على رأس الآية. إعرف أولها، إعرف آخرها، علشان تبقى أنت عرفت أماكن الآيات فين. البداية والنهاية. طيب. ذرني ومن خلقت وحيدا. وجعلت له مالا ممدودا. وجعل انتبه للام الساكنه. وجعلت له، وانتبه للتاء المهموسه همس لطيف، خفيف، ليس فيه تكلف او تعسف. وجعلت له مالا، انتبه للهاء اللي جت في النص دي. بص كده، اسمع كويس مني، اعتمد على السماع. له ما، عملت ايه في الهاء؟ جبت بعدها ايه هي متشكله بايه بضمه عملت ايه انا في الضمه دي ايه اشبعتها شويه صح لا اه وصلت الهاء بحرف مد من جنس الحركه اللي عليها ايه الحركه اللي عليها ضمه جبت انا حرف مد طبيعي ايه حركتين ولو بصيت في المصحف لو انت فاتح المصحف هم؟ هتجد بعد الهاء كده في واو صغيره تدل على ان فيه هنا حرف مد طبيعي خلي بالك منه هم؟ اسمه ايه عند علماء التجويد؟ اسمه صله. يعني ايه صله؟ يعني حرف الهاء حرف ضعيف. فلما تديه الحركتين دول يبان يتقوى شويه. ليه الهاء دي اتضمت كده واتوصلت؟ عشان وقعت بين محركين ودي قاعده عامه على فكره. ده مش مستثنى الموضع ده؟ لا مش مستثنى الموضع دوت للكل بيصل فيه كده. خلاص ماشي؟ تمام. مش عايزين نصدق بقى كتير نكمل بقى الآيات؟ نكمل آية جميل وجعلت له مالا عند الوقف خلي بالك بقى لو وصلت بص ما لم لا اكتبها لك احسن دي عشان تخلي بالك معايا منها اكتر كلمه ما لن ولا ما لم لا لا لا, لا. هي ما لن ولا ما لم تعال بص نكتب كده اهي ما لا فتحه بس فين الثانيه مش ده تنوين اه اهو دي الفتحه التانية اللي هي نون التنوين خلاص بعد النون دي ايه؟ هتجد ميم ما لم وتشكلها كده ما لما ايه اللي حصل؟ ايه ساب الشده ديت؟ ان في ادغام حصل ايه اللي حصل؟ النون دي تحولت الى ميم الميم دي برضو ميم دخلت في هذه الميم فاصبح بقى النطق كده لما توصل ما لما ما لم ممدودا اوعى مم؟ تنسى بقى ما لم ممدودا دودا في عندك مدين طبيعيين مد بالواو دا اه لما بتقف بتبدل التنوين بالفتح الفا عند الوقف يبقى اوعى تنسى بقى ما لم ممدودا ممدودا ما عندك مدين طبيعيين اوعى تنساهم طيب وجعلت له لم ممدودا ده لو وقفت البعض بيوصل هيوصلها ازاي يعني لم ممدودا وبنين لا بس انا وانت لسه في البدايه نصيحه بلاش توصلها عشان ما تلخبطش في المدود الطبيعيه وتاكل غنى فالاسلم قف على راس الايه عشان انت ايه عرفت الغنة فين ومكان المد فين ما تتلخبطش خلاص لحد ما تبقى كده ماهر بالقراءة كده واستاذ قد الدنيا اوصل زي ما انت عايز براحتك بس اعرف ازاي توصل واعرف ازاي تقف لكن نصيحتي دلوقتي ليك اقف دلوقتي عند رأس الآية جميل قوي كده ما لم ممدودا طيب وبنين شهودا اه وبني وبنين شهودا خلي بالك من الترقيق ها اوعى تقول وبنين شو لا وبنين شهودا نفس التنوين هو هو بالفتحه هنعمل فيه ايه ممتاز الله يفتح الجميع ابدال التنوين بالفتح عند الوقف الف خلي بالك بقى من اللي جاي دي مهمه قوي نكتبها عشان دي محتاجه توضيح ايه هي بقى يا سيدي قوله تعالى: ومهت قوله إيه؟ "ومهّدتُ" لو خدت بالك من سيدنا وهو بيقرأ بيقرأ كده. أنا عارف إنك فاتح المصحف دلوقتي، وهتقول لي في حرف نسيته يا عم الشيخ، لا يا سيدي والله ما نسيتهوش. بس أنت فاتح المصحف، مش عايزين نضيع وقت. أنت سمعت إيه من سيدنا؟ "ومهّدتُ" ومه الهاء من الهاء للتاء مباشره فانا كتبت النطق مباشره راحت فين الدال ودي غمت في التاء ودي قاعده متفق عليها لكل القراء اي دال ساكنه اهو دال بعدها تاء متحركه متفق عليه لكل القراء ادغام سواء كان من كلمه واحده او من كلمتين افكرك وقد تيم الدعد قلناها زمان قوي بس انا من ايه مش هزهق من التكرار بتقرا لا اكراه في الدين بعدها ايه ها اه الله لا 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 انت قلتها غلط برضو قد تبين ينفع قد تا. قد تبين الرشد قد تا. ايوه من قفل التا ايوه هي بالظبط نفس الحكمه قد تبين ده من كلمتين مهدت يبقى ادغمت الدال في التاء لما ننطق النطق يكون ازاي ومهت ومهت يبقى من الهاء للتاء مباشرة زي ما كتبت لك في النطق خلي بالك ومهدت له تمهيدا له دي مرت علي قبل كده في نفس الآيات دي له ما لا فكر قلنا الهاء دي هاء ضمير صح يسميها القراء كناية لا خلاف مش مشكله عادي مدرستين في النحو كل واحد سام اللي هو عايزه ولا مشحة في الاصطلاح مطلوب بس نعرف ده ونعرف ده طيب هنعمل ايه في الهادية الله يفتح عليك هتوصل بها بس اللي وصل امتى تمام الله يفتح عليكوا أثناء وصل الكلام إنما لو وقفنا ومهدت له أيوة لكن لو وصلنا ومهدت له تمهيدا اوعى تغني في الميم جامد اوعى تقول تم لا 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 تمهيدا ميم ساكنه بعدها هاء ده اسمه ايه؟ وقعت شفت بقى؟ <applause> الهاء اظهار حلقي ينفع برضه؟ دي ميم ساكنه مش تون ساكنه ايوه كده اظهار شفوي ايوه كده تمام صح صح خلي بالك اوعى تتلخبط بين الهاء والميم الساكنه والنون الساكنه تمهيدا اظهار شفوي الله يفتح عليه جميل ثم يطمع ثم الغنه في الميم تمام والقلقله أن أزيد أهي دي بقى نون ساكنة بعديها همزة اوعى تتلخبط ها إظهار تمام إظهار حلقي بارك الله فيكم بارك الله فيكم <applause> فضيلة الشيخ أعزائي <applause> المشاهدين سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا لنبدأ معكم التواصل عبر الهاتف لنستمع إلى أصواتكم الندية بتلاوة القرآن الكريم نلتقيكم بعد قليل إن شاء الله تعالى